جورنو صباح الخير من ميلانو. نحن هلا قدام كنيسة الدوومو. هي الكنيسة عمرها 1000 سنة، بناءها استغرق 200 سنة، حدود بناءها نهاية العصر البيزنطي. كثير كثير كبير، من أحلى التحف المعمارية بالعالم. شوفوا للروعة، مبنية من حجر أبيض ورخام، بناءها استغرق 200 سنة تقريبا. شوفوا على الروعة. نحن هلا عند الجاليريا، الجاليريا المشهورة بميلانو. شوفوا ما أحلاها. نحن لساتنا بالجاليريا تبع ميلانو. هي شعار روما، الديبه تبع روما والولدين اللي اسسوا مدينه روما. شوفوا الجاليريا مروعه.